عبر سمري، أهلا بكم وتفصيلات النشرة المسائية. أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن العراق يمتلك حضورا قويا في المنطقة يمكن من خلال المساعدة بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني. قال عبد المهدي خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن العراق سيستمر بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. من جانبه كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه أطلع عبد المهدي على تطورات الأوضاع في فلسطين والانتهاكات التي تتعرض لها القدس، مضيفا أن الإدارة الأمريكية أثبتت عدم حياديتها بعد أن اعترفت بالقدس عاصمة إسرائيل، وهو ما دعانا إلى رفض خطتها للسلام. أكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد مناقشات حادة بشأن التواجد الأمريكي وقضية استلام الدواعش. قال يابر أن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب سيشهد مناقشة قضية التحركات الأمريكية وتواجدها، لافتا إلى أن تحالف البناء ليس مع استلام أي دواعش أجانب لا يحملون الجنسية العراقية وتحمل مسؤوليتهم. أعلنت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامد اكتمال الاتفاق السياسي بشأن تسمية رؤساء اللجان النيابية، مشيرة إلى أن أسماء رؤساء اللجان ستقدم خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب. قالت الحامدي أن تقسيم أسماء رؤساء اللجان جرى من خلال التوافق السياسي بين الكتل وكذلك داخل اللجان ذاتها، مبينة أن التصويت عليها يكون ضمن اللجنة ذاتها على أن يتم رفع الاسم إلى هيئة رئاسة البرلمان. وأشارت الحامدي إلى عزم البرلمان تنشيط عمله الرقابي والتشريعي بعد العطلة التشريعية المقبلة، سيما تمرير القوانين الخدمية. أكد نائب عن تحالف الإصلاح رعد حسين أن غالبية أعضاء مجلس النواب عازمين على استجواب أو إجراء استجوابات نيابية لبعض الوزراء الحاليين في حكومة عبد المهدي. قال حسين إن الاستجوابات ستشمل وزير الاتصالات والكهرباء والصحة، فضلا عن استجوابات أخرى لوزراء آخرين، مضيفا أن الفصل التشريعي الثاني سيكون الحاسم في تصحيح مسار العمل الحكومي وإجراء جملة من الاستجوابات. أكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي أن الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب ركز على نوعية القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتمرير الموازنة، مشيرا إلى وجود العديد من القوانين الخلافية التي يسعى أعضاء المجلس بالدورة الحالية لتمريرها. قال أخلاطي إن هناك العديد من القوانين الخلافية التي يسعى بالدورة الحالية إلى تمريرها، مبينا أن قوانين المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والضمان الاجتماعي إضافة إلى قوانين أخرى مهمة لها الأولوية بالتشريع في الدورة الحالية. هذا ويستمر الخلاف بين الأطراف السياسية حول ملف إكمال تشكيل الحكومة بالتزامن مع اقتراب بدء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، فيما أشارت مصادر مطلعة أن الحزبين الكرديين يتسابقان على بغداد للفوز بمنصب وزير العدل. بالتزامن مع بداية الفصل التشريعي الثاني من عمر البرلمان، لا يزال ملف إكمال تشكيلة الحكومية هو الأبرز في الساحة السياسية، إذ لا يزال الخلاف قائما بشأن ملف وزارة الداخلية رغم تأكيدات الأطراف السياسية بخصوص التوصل إلى حلول توافقية لحسم الموضوع. مصدر سياسي أكد استمرار الخلافات حول الوزارات المتبقية لا سيما وزارتي الداخلية والدفاع، موضحا أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلب من الكتل السياسية الإسراع بحسم أمرها، مشيرا إلى أن الأخير يسعى إلى إنهاء هذا الملف في جلسة الأسبوع المقبل، فيما بيّن أن رئيسي الجمهورية والبرلمان دخلا على خط أزمة إكمال التشكيلة الحكومية ويحاولان التوصل إلى حلول بشأنها قبل استئناف جلسات البرلمان.
المصدر ذاته أوضح أن اللقاءات والاتصالات مع الأطراف السياسية المؤثرة لم تفض إلى نتيجة تذكر، بل اصطدمت بتقاطعات جديدة وتمسك بالمرشحين، مشيرا إلى أن الأطراف الكردية لم تحسم مرشحها للعدل، وأن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين يحاولان التفاوض بشكل منفرد مع بغداد للحصول على المنصب. وفيما يخص منصب وزير الدفاع، لا يزال هو الآخر معلقا بعد إصدار القضاء العراقي قرارا بإيقاف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم الدعوى القضائية المقدمة من قبل فيصل الجرب الذي اعترض على جلسة رفض ترشيحه، وأن أصوات الرافضين لم تكن قانونية وإنما أحصيت بالعين المجردة. اعتبر النائب عن تحالف البناء منصور البعاجي عودة السياسيين المطلوبين خطا أحمر وأمرا مستحيلا لا يمكن السماح به. قال البعاجي في بيان إن هناك أحكاما صدرت بحق هؤلاء السياسيين وهناك اعترافات من قبل حماياتهم الخاصة أكدوا تورطهم بجرائم قتل ضد أبناء الشعب، مشيرا إلى أن عودة أي سياسي مطلوب يمكن أن تحصل لأمر واحد وهو مثولهم أمام القضاء وهم مذنبون، لافتا إلى أن الحديث عن عودتهم مجرد شائعات مغرضة لا تتعدى جص نبض الشارع العراقي. دعا رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري القوى السياسية إلى الابتعاد عن الفوضى الحالية والتعامل وفق رؤية وطنية شاملة لتجنب إدخال البلاد في حالة صراع جديدة. التخبط السياسي وسقط الجماهير من أداء المسؤولين دفع قوى سياسية إلى إعادة ترتيب أوراقها ورفع حراكها نحو بلورة كتل جديدة تندمج فيما بينها. أبرز هذه التفاهمات هو إعلان التجمع المدني للإصلاح بقيادة رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري والتجمع العشائري بقيادة عمر الهيجل عن تكتل موحد جديد. بعد سلسلة حوارات وتفاهمات ولقاءات نعلن اليوم اندماج التجمع الوطني العشائري المستقل برئاسة الشيخ عمر الهيجل مع حزب التجمع المدني للإصلاح برئاسة الدكتور سليم الجبوري ليشكل قيمة نوعية مضافة. للأسف الساحة السياسية كانت تعج بالخلافات وبالصراعات وبالتنابز وباستخدام الإعلام ولغرض تشويه صورة هذا البلد بالطريقة التي ترونها الآن، حتى أصبح الشعب العراقي محبط من الطبقة السياسية، من الوضع السياسي الموجود، وأصبح الشغل الشاغل لبعضنا كيف يمكن أن أقلل من شأن الآخر، وهذه سياسة ليست صحيحة، لا يمكن أن يبنى بها البلد ولا يمكن أن تستقر بها الحياة. الناس بطبيعة الحال يحتاجون أن يروا مشروع ناضج يجمع ولا يفرق، يحقق المصالح بالدرجة الأولى وبالمقام الأول، ولذلك تبادرت لنا هذه الفكرة. هذا الإعلان كان بمثابة تحذير للقوى السياسية للالتفات إلى هموم المواطنين ودعوة جميع الكتل للابتعاد عن الخلافات. حينما نقول أن الطبقة السياسية فاشلة، الطبقة السياسية إنما نتاج اختيارات الناس. حينما نقول أن الفساد استشرى، لأن الفساد جاء من طبقة تم اختيارها من الناس. يجب أن نقف أمام أنفسنا وأمام المجتمع حتى نتكاتف وأن نتعاون وأن ننطلق. هذه ليست نهاية المرحلة ولكن بداية جديدة. تبني مشروع نسميه مشروع الخلاص الوطني، لنبدأ يدا بيد جميعا بخط شروع لبناء المؤسسات ووضع آلية شراكة حقيقية لإدارة هذه المؤسسات وإدارة الحكومة على حد سواء. ويعد هذا الإعلان بمثابة استعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي سيكون جس النبض فيها قبل نهاية العام الحالي، حيث موعد الانتخابات المحلية وبعدها بلورة الصورة نحو التحالفات الأخرى وتجنب صورة الغضب الشعبية تجاه الطبقة السياسية الحالية.
شرعت القوى السياسية بإجراء فعالية من أجل حسم ملف الوكالات في مؤسسات الدولة والضغط على رئيس الحكومة لإبعاد مدراء الأحزاب والمحاصصة، خصوصا الذين أمضوا أكثر من 4 سنوات في مناصبهم. إنهاء العمل بالوكالة في مؤسسات الدولة هو ما تسعى إليه بعض الكتل السياسية لتصحيح الأخطاء المتراكمة في الحكومات السابقة. فقد كشف النائب عن كتلة المحور الوطني يحيى المحمدي عن وجود إجراءات فعلية بدأت بها القوى السياسية من أجل حسم ملف الوكالات، مبينا أن ذلك يأتي من خلال جمع القوى السياسية المعلومات عن الوكالات وأعدادها والجهات المنتمية لها. وأكد المحمدي أن كتل الفتح وسائرون والمحور تتجه صوب إنهاء هذا الملف وفق ما نص عليه الدستور والقانون، مع الأخذ بنظر الاعتبار التمثيل العادل للمكونات، لافتا إلى أن جميع النقاط المتعلقة بالمؤسسات المستقلة سيتم إعادة النظر المعمق فيها وبجميع مفاصلها من أجل تصحيح وتقويم العملية السياسية والعمل الحكومي. ويواجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امتحانا صعبا محوره التخلص من تركات حكومات تغلغلت فيها المحاصصة بعمق مخيف، فضلا عن التخلص من ترهلات منتشرة في العديد من مؤسسات الدولة الخاضعة لمسؤولين ومنهم مدراء عامون بلا كفاءة ولا نزاهة ولا حتى مؤهل علمي لشغل المناصب. وخلال الفترات الماضية أكد نواب من كتل مختلفة إن الكثير من المدراء العامين والدرجات الخاصة هم بدون شهادة فعلية، وقد حصلوا على شهادات من الخارج دون معرفة حقيقتها، أو يعملون خارج إطار التخصص أو حتى الكفاءة والمهنية، وليسوا ممن تدرجوا بعملهم ويملكون الخبرة ضمن التخصص نفسه بمؤسساتهم، مشيرين إلى أنه تم المجيء بهم بشكل مباشر لشغل تلك المناصب من خلال ترشيحهم من أحزابهم ليكونوا تابعين لهم. ودعا نواب من تحالف سائرون إلى ضرورة التدقيق في كفاءة ونزاهة وكلاء الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات المستقلة وتقييم عملهم، مطالبين رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء العمل بالوكالة في الدرجات الخاصة واختيار شخصيات كفؤة والتصويت عليها في مجلس النواب. وتأتي هذه التحركات ضمن أولويات عمل مجلس النواب الذي أكد في بداية دورته الحالية على تفعيل دوره الرقابي بغية إصلاح العملية السياسية وتصويبها بشكل صحيح لإنهاء مرحلة المحاصصة. اعتبرت كتلة الجيل الجديد النيابية أن اعتقال رئيس الحركة شاسوار عبد الواحد قرار سياسي لا قانوني. ذكرت الكتلة في بيان بأن سلطة القضاء في إقليم كردستان مسلوبة الإرادة والمحاكم غير مستقلة، ويتم توظيف القضاة أو القضاء كورقة سياسية من قبل الأحزاب، مطالبة السلطات الاتحادية بأن تضغط على الإقليم لإبعاد المحاكم عن الأمور السياسية وإطلاق سراح شاسوار عبد الواحد فوراً. وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني شرطين أساسيين أمام الاتحاد الوطني الكردستاني من أجل موافقته لمنح الأخير منصب محافظ كركوك والتصويت لمرشحه في جلسة مجلس المحافظة المقبلة. كلما زاد تعقيد المشهد في كركوك، كلما عاد الحزبان الكرديان الرئيسان إلى استراتيجية المساومات الاقتصادية كما يسميها مختصون في الشأن السياسي الكردي. ووفق هذه الاستراتيجية فإن منصب محافظ كركوك قد يحسم الجدل حوله، فيما لو وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على شرطي غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني. فقد وافق حزب البرزاني بحسب مصدر سياسي رفيع المستوى فيه على تصويت أعضائه بمجلس محافظة كركوك على مرشح الاتحاد لمنصب المحافظ مقابل شرطين أساسيين لا يقبل التنازل عنهما أبدا. الشرط الأول تمثل بطلب البارتي من اليكتي الدخول معا بقائمة واحدة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. ويقول المصدر إن هذا الشرط جاء نتيجة المخاوف من تراجع جماهير الديمقراطي في المحافظة كما حصل معه في انتخابات مجلس النواب العراقي الأخيرة، والتي على إثرها قرر عدم تقديم أي مرشح من كركوك للانتخابات.
أما الشرط الثاني فقد تضمن تسليم الاتحاد الوطني بعد مباشرة عمل المحافظ بئري نفط باي حسن وهافانا الذين كانا تحت سيطرة عمل شركة كار التابعة لنجرفان برزاني، إلا أنهما أصبحا تحت سيطرة القوات العراقية بعد أحداث إعادة فرض القانون في 16 تشرين الماضي. ومن أجل حسم هذا الملف من المقرر أن يعقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني اجتماعا خلال الأسبوع الحالي لمناقشة ما يتعلق باختيار محافظ لكركوك والخروج بنتيجة الاتفاق أو عدمه، فيما أشار المصدر إلى أن وفد الديمقراطي الكردستاني سيكون برئاسة نجرفان برزاني. انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عليا صيف إعادة تدوير أشخاص في وزارة الكهرباء وترقيتهم ونقلهم من محافظة لأخرى، مؤكدة أن ملف الكهرباء لا يتحسن طالما هناك حالة من الفوضى المتعمدة في الوزارة. ضمن سلسلة ملفات الفساد التي باتت تظهر إلى العلن عبر أعضاء مجلس النواب، كشفت النائبة عليا صيف عن جهات عليا في وزارة الكهرباء تقوم بإعادة تدوير أشخاص بعضهم تمت إقالتهم وكأنهم تمتعوا بفترة استراحة ثم تمت ترقيتهم ليعودوا هذه المرة كمدراء عامين ونقلهم من محافظة إلى أخرى. عضو لجنة النزاهة لمحت إلى وجود عائلة لم تسمها فيها 3 مدراء عامين يتم تدويرهم بين فترة وأخرى من مكان إلى آخر، ومنهم رئيس مهندسين أقدم تم تكليفه بمنصب مدير عام توزيع كهرباء بغداد وإعفاء المدير العام السابق، وثم تكليف معاون رئيس مهندسين بمنصب مدير عام الإنتاج في المنطقة الشمالية، وكذلك تكليف رئيس مهندسين أقدم بمنصب مدير عام الإنتاج في المنطقة الجنوبية، وتكليف رئيس مهندسين بمنصب مدير عام التوزيع في المنطقة الجنوبية. وهنا وجهت نصيف سؤالا إلى وزارة الكهرباء عن إنجازات هؤلاء الأشخاص وماذا قدموا للمواطن حتى يتم تكريمهم بهذه الطريقة، وهل يفتخرون بالمنجز الذي حققوه في جباية أجور الكهرباء الباهظة من المواطن الفقير واستمرار قطوعات الكهرباء ليبقى يدفع أجورا للوزارة ولأصحاب المولدات الأهلية في آن واحد. ويرى برلمانيون ومنهم نصيف إن ملف الكهرباء لن يتحسن طالما هناك حالة من الفوضى المتعمدة في الوزارة التي اشتهرت بفسادها وكانت ولا تزال سببا في نقمة المواطن العراقي، مؤكدة أنه لا بد للفوضى أن تنتهي عاجلا أم آجلا وبالطرق القانونية. تظاهر العشرات من العاملين في بعض دوائر قطاع الكهرباء في البصرة قرب مركز السيطرة الجنوبي للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة الكهرباء بعد أن تم استثنائهم من التثبيت بسبب عملهم في دوائر ممولة مركزيا. قال أحد المشاركين في التظاهر المهندس مهند بدري للسمرية نيوز أن المتظاهرين هم جزء من 400 منتسب لم يتم تثبيتهم لوجود فقرة في قانون الموازنة تقضي بتثبيت العاملين المؤقتين في دوائر الكهرباء الممولة ذاتيا فقط، مبينا أن المتظاهرين ليس لهم ذنب بأنهم يعملون في دوائر ممولة مركزيا. طلب عدد من الحراس الأمنيين في شركة خطوط الأنابيب النفطية ومنتسبو الصحوات وزارة النفط بتثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتثبيت أصحاب العقود كونهم مستمرين في العمل منذ 10 سنوات. احنا عقود حامين أنابيب النفط، احنا من أهالي بابل واخواننا من ديالة وبغداد والزعفرانية وكافة المحافظات، احنا عددنا 5000، يعني نعمل بصفة حارس أمني شركة خطوط الأنابيب النفطية تابع شركة خطوط الأنابيب النفطية. احنا بشرف الداخلية، لا وزارة النفط تقبلنا وتملكنا ضمن ملاكها ولا وزارة الداخلية تقبلنا، يعني احنا ضايعين ما بين شركات النفط وزارة النفط وما بين الداخلية. احنا عسكر وبالميدان موجودين وقدمنا شهداء وقدمنا تضحيات. منتسبين لهاي الوزارة من سنة 2009، صار لنا 10 سنوات نطالب بالتثبيت مالتنا أسوة باقالنا بباقي الوزارات كلهم تثبتوا، بقينا بس احنا. شنو الموضوع ما تعرف التأخير السبب منه ما نعرف، يعني كل مسؤول يحكي لنا شكل، إضافة لهاية يأخرون الرواتب مالتنا بشكل مو طبيعي. إذا وزارة النفط أغنى وزارة بالبلد
واليوم احنا عقود الصحوة صار لنا 11 سنة ما مثبتين. باوع هذا الكتاب، هذا الكتاب اكو يقول نسبة للشهداء 10% من التثبيت. عندنا هواي مننا ابناء العراق عندهم شهداء، حتى ذولا ما حصلوا التثبيت على وزارة النفط. نظم مهندسو محافظة كربلاء أمام مقر النقابة وقفة احتجاجية للمطالبة بتشريع القوانين المعطلة في البرلمان المتعلقة بهم. شدد المحتجون على ضرورة إلزام الشركات الأجنبية العاملة في العراق بتوفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن إلى المهندسين العراقيين. الاستثمارية وشركات القطاع الخاص ما تعمل على توظيف المهندسين ولا تعطيهم حقوقهم وما تعين بالعدد المطلوب، هذا بخصوص القطاع الخاص. والقطاع الحكومي يطالبون بمخصصات تتلائم مع وضعهم. المهندس اليوم هو قائد في ميدان العمل، وكل ما يبنى وكل تطور هو ما يمر إلا من خلال المهندس. مطالبنا اولا تفعيل قانون 380 لسنه 1989 لمجلس قياده الثوره المنحل باحتساب نسبه الخطوره للمهندس، وثانيا تفعيل قانون حمايه المهندس الذي كان في البرلمان في اروقه البرلمان وتم تاجيله للدوره الحاليه، ثالثا توفير فرص عمل للمهندسين العاطلين عن العمل، الزام الشركات العامله في العراق بتشغيل اكبر عدد ممكن من المهندسين والاستفادة من خبراتهم، وكذلك إغلاق الكليات الهندسية غير الرصينة التي أصبحت تزج بمهندسين غير أكفاء يسيئون إلى هذه المهنة ولا يتمكنون من أداء عملهم. نطالب بإقرار قانون حماية المهندس، إلزام الشركات الاستثمارية بالتعاقد مع المهندسين. أنت جاي تشوف مصفى النفط أو شركات بالبصرة كلها يعني مهندسين صينيين موجودين والمهندسين العراقيين قاعدين ماكو عمل. يعني لازم يصير في التوازن بين المهندسين المتخرجين حديثا والإطلاق الوظائف، يعني لازم يصير توازن. بعد مخصصات خطورة مهنية للمهندسين، لحد الآن ما أعرف يعني وزارة المالية ليش ما تطلق مخصصات خطورة مهنية للمهندسين وهو موجود يعني بالقانون، موجود قانون 1989. من ضمن مطالبنا هو تفعيل أو استقرار قانون حماية المهندس العراقي، كذلك نسبة 50% بالكوادر اللي تجي بالشركات الأجنبية المشاركة الكوادر العراقية. وأهم من هاي المطالب كلها أنه أخذ المهندس العراقي دوره وحقوقه في الوطن. أطلقت هيئة الإعلام والاتصالات ورشة عمل لاستقطاب مشاريع الطلبة والأكاديميين المتعلقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدة أن الغاية من هذه الورشة رعاية الأفكار للمشاركين وتحفيزهم على تقديم الأفضل من خلال خلق أجواء المنافسة الهادفة إلى تقديم مشاريع بحثية قابلة للتحقيق على أرض الواقع. الغاية من ورشة العمل هي المشاركة وحث الطلبة والأكاديميين العراقيين للمشاركة في مسابقة الأكاديمية الخاصة بمبادرة المنظمة رايب. من خلال هذه المسابقة راح يتم دراسة البحوث والدراسات المقدمة من قبل الأكاديميين والطلبة العراقيين، وسيتم ترشيح الفائزين، وهي عبارة عن فائزين للمشاركة في الدورات التي تقيمها منظمة رايب دوليا، وبالإمكان توفير فرص العمل للفائزين من خلال هذه المسابقة. ورشة عمل الهدف منها التعريف بمبادرة دوم التي أطلقت لاستقطاب المشاريع الطلبة، مشاريع الأكاديميين في مجال المعلوماتية، المعلومات والاتصال، اتصالات. الهدف من هذه الورشة ورعاية هذه الأفكار وأن تجد هذه البحوث والأفكار طريقها إلى التطبيق، ومن ثم في قطاعات مختلفة، قطاع المصرفي، قطاع الإداري، قطاعات الدولة المختلفة، وكذلك خلق روح المنافسة ما بين الباحثين وتلاقح الأفكار، التعرف على أفكار الآخرين، التطورات اللي حثت في هذا المجال، وبالتالي ممكن رعاية هذه الأفكار وأن تجد تطبيقها في إحدى قطاعات الدولة، الأمر اللي يفسح مجال أمام المتقدمين للعمل، فرصة عمل، إيجاد فرصة عمل في هذا المجال. ممكن
خلال هالمبادرة نشجع الطالب انه يكون او يشتغل على بحث، على تطبيق معين، على ورقة عمل. ومن خلال ورقة العمل هيدي الطالب هيدا اذا شفناه انه ورقة عمل ممكن تكون ورقة عمل مفيدة، بناخذ الطالب معنا وبنعطيه مثل منحة، بناخذه على اوروبا مشان يقدم ورقة البحث هيدي امام المجتمع الانترنت العالمي. حذر البنك المركزي العراقي كافة المصارف وشركات التحويل المالي من عمليات ابتزاز بحقهم من أجل الحصول على الأموال. ذكر البنك في بيان له أن وزارة الداخلية رصدت قيام بعض العناصر بالذهاب إلى عدة شركات مالية، ويدعون بأنهم تابعون لجهات أمنية ويقومون بابتزاز أصحاب المؤسسات المالية، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتحري عن الأشخاص المدنيين الذين يقومون بإجراء التفتيش والتأكيد من هوياتهم والقرار القضائي الذي يخولهم بإجراء التفتيش والتحري وبحضور القوى الماسكة للأرض قبل الدخول إلى مقر المؤسسة. دعا مواطنون في الأنبار الجهة الأمنية المسؤولة إلى بذل مزيد من الجهود للقضاء على الخلايا النائمة لداعش والتي أخذت تتحرك بشكل مريب في الفترة الأخيرة، مؤكدين أن هذه المؤشرات أثرت على الوضع بالمجمل في المحافظة. فإحنا هاي المناطق المنكوبة رجعت علينا نفس الأوان الأخير الأولى المربع الأول. فإحنا هي بالغرب صحيح بمناطق الغربية، بس إحنا تيجي على الشارع الرمادي هنا موجود، الناس بدأت تتخوف أكثر من الأول. يعني اللي عنده بيت يبني بيه يتوقف، اللي عنده محل يسوق يتوقف، اللي أبو سيارة اللي غيره، كل هالناس متخوفة. فإحنا علمنا الناشد، ناشد الحكومة، شو الحكومة ما تدير بال للمواطن العراقي أو الأنباري. وأولا الحدود عندنا ما شاء الله خير، جيش وشرطة وأمن واستخبارات، السد عين الشمس. زين أنتوا الحدود مفتوحة، أو أنتم ما بيكم خير، أو الأمريكان هي إلها يد بيها. مع حالات خطف تصير وحالات قتيل من قبل داعش جماعات الإرهابية، يخطفون مواطنين أبرياء يعني طالعين على صيد أو غير صيد أو عمل أو تنقل بين مناطق. مناطق الغربية تعرف بين منطقة ومنطقة أكو صحراء كبيرة ومساحات، فطبعا يأثر، لأن احنا تعرف يأثر على الاقتصاد كمحلات، يأثر على الشارع الأنباري، على المواطن الأنباري، يزرع به نوع من الخوف. والله هذا يشعرنا بالخوف ويشعرنا بعدم وجود الأمان، وإذا ماكو أمان تشعر بالخوف دائما، وماكو لا تقدر لا تشتغل لا تقدر تطلع. وإحنا نريد نطالب من الحكومة شوية يعني الجيش يوجهه إلى المناطق الغربية، والشرطة المحلية ترجع هنا داخل المدن. مثل ما تحررت المدن مالتنا ورجعنا بخير وسلامة لبيوتنا وقعدنا وقاعد نفكر وقاعد نطور، عمود لي ظل عندنا فد نوع من الخوف انه تبدي تحرر الصحراء هاي وتكملها الدار ما يدور الانبار كليتها، عمود نستمر بالحياه، خل تتطور الدنيا تترتب. كشفت المفوضيه العليا لحقوق الانسان عن عزم الحكومه تشكيل لجنه مشتركه عليا للتحقيق في مصير الايزيديات المختطفات في سوريا. أكد عضو المفوضية فاضل الغراوي أن الحكومة وافقت على مقترح المفوضية بتشكيل لجنة عالية المستوى من الوزارات والمؤسسات المعنية لغرض السفر إلى سوريا وفتح تحقيق لمعرفة مصير الأيزيديات المختطفات في سوريا، مبينا أن المفوضية وثقت اختطاف أكثر من 600 امرأة تركمانية من أهالي تلعفر وأكثر من 3000 امرأة إيزيدية أغلبهن قتلن على يد داعش أو استخدمن ضمن الاستعباد الجنسي. منطقة العباسية في محافظة النجف اتفق شيوخ عشائرها كافة على إلغاء عدد من الأعراف والعادات القبلية أبرزها إطلاق العيارات النارية في المناسبات وكذلك موائد الطعام في العزاء. بكل أفرادها وعشائرها اتفقت ناحية العباسية في النجف على إلغاء أعراف قبلية مثل إطلاق النار في المناسبات أو موائد الطعام في العزاء، إذ إنهم يرون بأنها باتت الآن مؤذية للمجتمع ويجب الحد منها. وثيقة عهد تعهد فيها جميع الحاضرين على إلغاء العشاء في يوم الثالث الفاتحة، عدم إثقال كاهل المصاب وأهل الميت، وكذلك منع الإطلاقات النارية التي تحدث في العراضة أو مثلا في الأعراس
أو في احتفالات كرة القدم. العباسية طبعا حقيقة اتفقت اليوم كل الشيوخ وجاوة حضرت وحتى صارت وثيقة عهد وتوقيع. أكو خطوة إن شاء الله نحو الأحسن، هم خطوة ثانية يصير بها إن شاء الله. أكو أمور حتى مال الفصول مال غيرها مال غيرها إن شاء الله نسعي لهذا الموضوع. العشائر أطلقت كذلك حملة جمع تواقيع لوثيقة تحريم تلك العادات إلى بقية المحافظات داعين إلى الالتزام بها. ندعو عشائرنا إلا أنه تلتزم بهذه الوثيقة للحفاظ على الذوق العام والحفاظ على يعني وضعنا ومراعاة فقراءنا من ناسنا الذين يتوفى لهم متوفي أو يكون لديهم فرحة، وهذه الفقرات لا يمكن أن يعني لا نعمل بها، بل نعمل بها ونثبتها نحن الوجهاء والمشايخ وعوام الناس. هذه الناحية لأول مرة تقوم بهذا الدور، احنا نناشد من خلال قناتكم موقرة انه تحذوا حذونا جميع العشائر والمحافظات المتبقية. وكانت عشائر في الفرات الاوسط الغت اعرافا متأصلة كالنهوة او اخذ الثأر او الدقة، وحددت الديات شرعيا، لكنها المرة الاولى التي تتفق فيها منطقة باكملها تضم العديد من القبائل على الغاء تقليد عشائري. من النجف طلال حسن، السومرية. انطلقت فعاليات مهرجان خان النخيلة بنسخته الثالثة في كربلاء وسط حضور العشرات من المثقفين والأدباء وشخصيات اجتماعية ومسؤولين في الحكومة المحلية والمركزية وكذلك عدد كبير من العائلات الكربلائية. بنسخته الثالثة انطلق في كربلاء مهرجان النخيلة في خان الربع الأثري للتعبير عن الاحتفاء بالحضارة والثقافة. المهرجان الذي يأتي بجهد تطوعي تضمن فعاليات شعرية وعروضا مسرحية فضلا عن معارض الصور الفوتوغرافية وأعمال يدوية وأعمال الرسم والنحت بمشاركة فنانين وأدباء من مختلف المحافظات. اليوم محاولة لإظهار الإبداع والجمال الكربلائي عبر استغلال إيوانات هذا الخان، قدمت فعاليات متنوعة من العروض المسرحية وفنون تشكيلية وخط ورسم وزخرفة ومقتنيات تراثية، وأيضا عروض ويعني إبداعات للشباب الموهوبين من الجامعات والمعاهد العراقية. كل هذه الفعاليات الهدف منها والغاية هو إبراز الوجه المشرق للثقافة الكربلائية والعراقية والتركيز على الفلكلور والتراث الشعبي الكربلائي. أتمنى طبعا هذا المهرجان أن يعمم على كافة مرافق العراق التراثية، ومن أهمها قصر الخيضر، أكثر سعة وأكبر وأرض خضراء وجميلة والجو كلش مناسب بالمناسبة. على سبيل المثال هذا المكان قبل كم سنة كان ركام، يعني أنا شايف ركام، بس الحمد لله نحيا بجهود الطيبين ومحبين العراق والتراث العراقي. تقدمنا فرقة كركوك الوطنية وبريت بعنوان سلام يا عراق، يجسد الواقع العراقي الذي نعيش فيه، وكذلك أيضا دبكات فلكلورية تعبر عن قوميات التي تعيش في محافظة كركوك العربية والكردية والتركمانية. وبحسب وزارة الثقافة ومسؤولين محليين فإن مهرجان النخيلة يعد رسالة سلام واطمئنان من خلال تحول البلاد من الشغل الأمني إلى الثقافية وإبراز الوجه الحضاري بهكذا صور. دعم الشخصية العراقية مع الحفاظ على الهوية الوطنية العراقية، اليوم في كربلاء وغدا في البصرة وبعدها في الموصل ثم أذهب إلى السليمانية وأربيل، كل مدينة مقدسة ومحترمة ومقدرة، وهذا اليوم هو رسالة منا للعالم، رسالة محبة وسلام أننا متحدون كعراقيين، وأننا مثل ما صنعنا النصر بالأمس على داعش وعلى قوى الظلام اليوم نصنع السلام ونصنع الحب ونصنع الحياة. احنا المهرجان اليوم هذا مؤشر جيد على الاستمرار، لأن هذه النسخة الثالثة من عنده، هناك إبداعات جديدة، هناك أعمال فنية قدمت جديدة وأدبية ومشاركة أوسع من المثقفين ومشاركة شعبية. تحدث أنا وسيد وزير الثقافة حول إمكانية إحياء مهرجان الإخيضر وإحياء قصر الإخيضر وإمكانية أن يتحول هذا المعلم إلى شيء مهم في مسيرة الثقافة العراقية. وترى محافظة كربلاء أن مهرجان النخيلة فرصة مهمة لإطلاع العالم على ثقافة المجتمع الكربلائي الذي بات يمثل تراثا شعبيا، فضلا عن اعتبار هذه المهرجانات بمثابة عامل جذب سياحي مهم للمحافظة.